وقت بنقول حنظلة، هي الشخصية الفلسطينية اللي بترمز للهوية الفلسطينية، أكيد شافتيها هيدي صح؟ أكيد، هو يعني فينا نقول الطفل يلي ما بيكبر وما بيموت، ومن أهم الشخصيات الكاريكاتورية للفنان الراحل ناجي العلي. أكيد اليوم صح ناجي العلي رحل عن هاي الدنيا، ولكن بقي حنظلة عايش ولليوم عمره 10 سنوات. حنظلة بأول رسمة رسمت له كان عمره 10 سنوات من 1973، وبعده لليوم بنفس العمر. حنظلة برؤية ناجي العلي ما حيكبر لترجع فلسطين. شفنا حنظلة خلينا نقولها بالعميل، هو معصب وعامل ايديه ورا ظهره، هو رافض للواقع. شفنا حنظلة اللي حجر بايده رمز لاطفال الحجارة، وشفنا الثياب اللي استخدمه ناجي العلي لحنظلة بالصورة الشهيرة لها، اللي هو بيرمز انه هو بيرجع للطبقة الفقيرة. حنظلة هو توقيع لناجي العلي، ومعلومات أكثر ضمن التقرير التالي. الرسم الذي نال حب الجماهير العربية كلها وبخاصة الفلسطينية، حنظلة شخصية ابتدعها ناجي العلي تمثل صبيا في العاشرة من عمره. ظهر الرسم في الكويت عام 1969 في جريدة السياسة الكويتية، وأدار ظهره في سنوات ما بعد 1973، عقد يديه خلف ظهره، وأصبح حنظلة بمثابة توقيع ناجي العلي على رسوماته. إن حنظلة أدار ظهره إلى العالم مكتفاً يديه خلف ظهره للإعلان عن رفض التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب الانتصار في حرب تشرين الأول عام 1973، ومتمسكاً برفض السياسات الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية. وأنتج العلي أكثر من 40,000 عملاً فني غير تلك التي منعتها الرقابة وظلت حبيسة الرفوف، وعرضت أعماله في بيروت وفي دمشق وفي عمان وفي فلسطين والكويت وواشنطن ولندن. ويشكل حنظلة أكثر شخصيات العلي الكاريكاتيرية شهرةً، بقيت هذه الشخصية حتى يومنا رمزاً للثورة على رحيل مبتكرها الذي تم اغتياله في العاصمة البريطانية لندن. في سؤال للعلي قبل اغتياله، متى يمكن رؤية حنظلة؟ أجاب، عندما تصبح الكرامة غير مهددة، وعندما يسترد الإنسان العربي شعوره بحريته وإنسانيته. وبقي السؤال عالقاً بلا إجابات حتى يومنا هذا.